مرات تقرأ تعليقات لبعض الناس في ضعف فكري، في ضعف في الحس النقدي. وعلى فكرة هذا الضعف في الحس النقدي هو اللي بيخلي الشباب كلاً مباحاً لهذه التنظيمات، بتجرهم بالآلاف وبالملايين مرات للمحارق، لأنه ما في عقل بيشتغل. ليش؟ هذه الجماعات والتنظيمات تحرص جداً على ألا تنمي العقل النقدي في أبنائها، هذا معروف، وما عنده تشجيع على المعرفة ولا العلم ولا الفكر الحقيقي. في فقط تقرأ برامجنا، تقرأ كتاباتنا، تقرأ مقولاتنا وتتقوقع داخلها، تتشرنق فيها وبس، فتبقى طبعاً إيه مأخوذة كالمسحور، كالمنوم مغناطيسياً ولا تدري شيء. لكن الإنسان اللي إيه يفتح نوافذ النور ونوافذ الهواء وبيقرأ من هنا وهنا وهنا وبيقرأ الشيء وضده والشيء واللي معه وبيحاول يقارن، طبعاً الفكر كله لعبة مقارنة، بيبدأ يفهم أشياء كثيرة ما كان له أن يفهمها لولا إيه هذه القراءات المتوالية وهذه المقارنات المفتوحة. وضع إخواني؟ إسلامنا مع الخطة الثانية قال لك اقرأ وتعلم وانفتح، والحكمة ضالة المؤمن. والله أنا ما قرأت أقسم بالله في تراث الإنسانية قولاً أجمل من هذا القول النبوي، كلكم حافظينه بس إحنا يمكن مش فاهمين دلالته. دلالته أجمل مما تتخيلون. النبي قال لك الحكمة ضالة المؤمن، أنا وجدها فهو أولى الناس بها. بشوف اللي أمامي شيوعي هندوسي كافر مسلم مسيحي يهودي من المريخ من الزهرة، ما ليش علاقة بيه. إذا حكى حكمة أو كتب حكمة أو قال فائدة، هات الحكمة هذه ونازع عليها. النبي قال لك ضالة المؤمن، أنت فقدها وبتبحث عنها. يا سلام، شفت؟ مش إني أنا بدي إيه أتنازل وأقبل، قال يعني إيه قولاً لواحد غربي وشرقي. لليوم على فكرة ينتقد عليك إذا اقتبست عالماً أو مفكر أو فيلسوفاً أو رجل ذكي جداً من الغرب أو الشرق، كيف تقتبس هذا على منبر رسول الله؟ أقول له بأمر رسول الله يا حبيبي، أسمعك ولا أسمع الرسول؟ أنا أسمع الرسول، هو قال لي الحكمة ضلت المؤمن. أنا وجدت والله حكمة في كلام هؤلاء الناس، كيف لا أجد حكمة في قول عالم تربوي مثلاً أمضى 50 سنة يدرس التربية وبرامج التربية، عبقري التربية، كيف؟ أتعلم منك أنا؟ أتعلمش منه؟ لا، ما أعملهاش لأني مش أهبل. كيف أنا ما أخذش الحكمة في موضوعات زي هذه الموضوعات من ناس قضوا 20-30 سنة يقرؤون وفي الأراشيف وطلعوا وثائق وطلعوا أشياء وعملوا دراسات مضنية وربطوا أشياء في الظاهر غير مرتبطة، لقيوها مربوطة ببعضها، مشبكة ببعضها، كيف ما استفيدش من قراءاتهم ودراساتهم الأكاديمية الموثقة وأفهم وأقيم الغشاوة عن عيني، أفهم حالي مش أستغفل، لا بدي ولا مش صحيح. هذا هو